مصر دولة مدنية، أي حد ولا عمرو موسى ولا أبو إسماعيل ولا مين ولا أي حد طائفي، مش عايزين طائفية. احنا منا مصر ما بتتأجرش، مصر هي اللي علمت الدنيا كلها، ليهم هم في مكان واحنا في مكان تاني. وقفوا العدوان على ليبيا عشان 20 أسرة ليبية اتقتلت لصالح مين؟ فين حماية المدنيين؟ وهم يحلوا مشاكلهم فيما بينهم.